الأهلي يبدع ويمتع ويفوز على الهلال السوداني بثنائية مقابل هدف وحيد باستثناء آخر ثلاث دقائق، ولكن الأهلي بيبدع ويمتع جمهوره في مباراة رائعة الحقيقة. طوال مباراة استطاع النادي الأهلي أن يؤكد فوزه ب 2-0 في أول المباراة، وبعد كده في نهاية هذه المباراة وللأسف الشديد في آخر خمس دقائق هنتكلم في كل هذه الأمور، ولكن فوز وثلاث نقاط هامة جدا للنادي الأهلي. ألف مبروك يا كابتن.